حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تزايد الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر المتوسط، مستندة على إحصائيات قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية. الحلم بالحياة خلف المتوسط جعل الشواطئ تكتظ بالمهاجرين من كل جهة. في الجزائر تقول الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن هذا العام شهد ارتفاعا غير مسبوق في محاولات الهجرة. واستنادا إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل، أكدت الرابطة إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 3109 مهاجرين، من بينهم 186 امرأة و840 طفلا، غير أن أعدادا أكبر من اللاجئين ينجحون في عبور المتوسط. ورغم غياب أرقام دقيقة عن حركة الهجرة من الجزائر بسبب عدم تعاون الدول الأوروبية في تقديم المعلومات، إلا أن الجزائر تقدر أن نحو 20,000 شخص ينجحون في عبور المتوسط انطلاقا من شواطئها الممتدة. هؤلاء يتوجهون أساسا إلى إيطاليا أو إسبانيا، ثم يتوزعون من هناك على دول أوروبية أخرى. نشاط يكبد البلاد خسائر مادية فيما تتكدس الأرباح لدى مهربي البشر. وبحسب التقرير الجزائري فإن كلفة الشخص الواحد من المهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين 1,000 إلى 10,000 دولار، وتجني شبكات تهريب البشر سنويا نحو 7 مليارات دولار، ما يجعل تهريب البشر من أكثر الأنشطة الممنوعة من حيث الربحية، وتعادل بهذا تجارة المخدرات. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الجزائر الكاتب الصحفي جمال بن علي. أهلا بك أستاذ جمال. بداية، إلى ماذا يمكن أن نعزي هذا الارتفاع اللافت في أرقام المهاجرين غير الشرعيين؟ هل الأمر مرتبط بتشديد الرقابة على السواحل الليبية مثلا؟ أظن أعود إلى التقرير. الرقم المقدم هو مبالغ فيه، يعني هو فعلا وفيه هجرة سرية من الجزائر باتجاه هذا الرقم الأوروبية. إذا سمحت لي، هذا الرقم يعني قدمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعني نحن لم نضع هذا الرقم، هذا وفقا لإحصائيات جزائرية. لا أنا يعني الرقم الذي قدمته الرابطة على أي معايير أو إحصائيات أو دراسة اعتمدت عليه تقديم هذا المبلغ، أنا يعني الرقم مبالغ فيه. لكن فيما تشديد الرقابة على الحدود أو الشواطئ الليبية هو عنده أثر، لكن الهجرة من قديم باتجاه من الجزائر إلى الشواطئ الأوروبية أظن الأسباب هي أسباب اجتماعية اقتصادية، يعني مثل كل دول، لكن ليس بالحجم أو بالرقم المقدم. طب جنسيات أولئك الذين يهاجرون، هل من بينهم جزائريون أم أنهم من الأفارقة جنوب الصحراء؟ لا، فيه جزائريون وفيه أفارقة، لكن فيه شبكات الاتجار بالبشر. هناك شبكات يعني تجند هذا الشباب للهجرة نحو الضفة الأخرى تقديم مبالغ طائلة، لكن فيه أفارقة يعني، لكن هي شواطئ مثلا من عين تيموشنت أو عنابة أو سكيكدا للهجرة نحو الشواطئ الأوروبية. لكن تشديد الرقابة على الحدود الليبية كان له أثر، يعني على حراس السواحل الجزائريين يقومون بعملهم للحد من هذه الظاهرة التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري. حتى الجزائر في سنوات الإرهاب لم تعرف هذه الظاهرة أو هذا الحجم الذي يقدم الآن في الهجرة نحو الشواطئ الأوروبية. هل الأمر مرتبط أستاذ جمال بالظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا؟ هو أنا أظن لأن الظروف الاقتصادية في الجزائر أحسن بكثير من بعض الدول العربية أو حتى الدول المتوسط. لا، مقارنة عما كانت عليه في السابق. أكيد يعني هناك مثلا بعض الشباب تعددت الأسباب والغاية واحدة، الغاية هي الهجرة نحو الضفة الأخرى أو الفردوس الموعود مثل ما يقول بعض الشباب. لكن الظروف الاقتصادية، هناك مثلا انسداد في الأفق لدى بعض الشباب، يعني هناك من يفكر في الهجرة تحسين مستواه، هناك من يهاجر من أجل الدراسة، أو هناك من يهاجر من أجل الهجرة بحد ذاتها. لكن الأسباب الاقتصادية لا أظن أن السبب الاقتصادي، لأن في سنوات الإرهاب كانت الجزائر تعيش ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جدا، لكن لم تكن الهجرة نحو أوروبا هي حلم الشباب الجزائري.
طب الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمحاربة هذه الظاهرة كيف يمكن تقييمها؟ الجهود، أظن أن الجيش الجزائري أو حراس السواحل في يقومون بعمل جبار للحد من هذه الظاهرة، وهذا بشهادة مثلا إيطاليا. السفير الإيطالي يقول أن حراس السواحل الجزائريين يقومون بعمل جبار، وحتى هما يحاولون استفادة من الخبرة الجزائرية. لكن أظن أن لا يجب أن نلقي كل هذا الثقل على حراس السواحل، يجب على المسجد أن يقوم بدوره. مثلا وزير الشؤون الدينية يرمي الكرة في مرمى المعارضة السياسية ويقول أن الخطاب السوداوي للمعارضة السياسية هو سبب هذه الهجرة، وهذا خطأ. المدرسة لم تقوم بدورها، وحتى الوازع الديني والوازع الأخلاقي، هناك تمرد على السلطة الأبوية. مثلا الشاب هذا اللي هاجر ضد رأي الوالدين بتاع والديه، هذا تمرد يعني لم نعرفه في المجتمع الجزائري. يعني هي ظاهرة تستوقف، يجب الدراسة والتمكن طيب فيها. لنستغل الوضع، دعنا نتحدث أستاذ جمال عن شبكات تهريب البشر والإثراء الفاحش من خلالها. هل هناك من يتواطأ مع هذه الشبكات ويسهل خروج أولئك؟ هو أي شبكة إجرامية يعني تشتغل ويكون أكيد فيه يعني عناصر تتواطأ معها، لكن من يتواطأ هذه الآن؟ هناك ترى فاحش لهذه الشبكات في الاتجار بالبشر، مثلا تقوم بجلب الأفارقة من نيجر ومالي وتوصيلهم إلى غاية الشواطئ الأوروبية، أكيد فيه تواطؤ يعني مستحيل. لكن لم يكن التواطؤ يعني بشكل مثلا شكل عام، ربما هناك عناصر وأفراد تساعد هذه الشبكات، لكن الدولة الجزائرية تحارب هذه الشبكة التي تتاجر بالبشر وتساعد على الهجرة والضفة، وهي أشياء مأساوية. يعني نأسف ونترحم على الموتى الذين يموتون في عرض البحر، وشيء مؤسف. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بن علي الصحفي والكاتب، كنت معنا مباشرة من الجزائر.